في تهديد على المرمى لا على الشباب ولا على القادسية أيضا. يعني نتكلم عن 19 دقيقة اللعب محصور برا الملعب بالتسديدات الخارجية البعيدة. بدر مطوع الآن ويتقدم يتقدم يلعب عرضية خطيرة عدي هو والجول عدي جول للغادسية. بدأها بدران بدأها بدران وختمها عدي الصيفي في الدقيقة 20 الدقيقة 20. واتكلم عن الهجمة فقط الوحيدة الآن خلال 19 دقيقة الماضية، لكن بدر مطوع انطلق بانطلاقاته لجهة اليمين، انتظر شوي، انفتح دفاع هناك الشباب، وعدي يتقدم في الكرة الماضية لما لعبها. يا سلام لعبها سقوط المدافع وخدم ايضا سقوطه لعدي الصيفي يضعها في المرمى كهدف اول بيمينه قوية على حارس المرمى سعد العنزي. اول الاهداف اول الاهداف كنت اتكلم عنه، يعني اللعب كان عادي جدا، ما في اي كره خطره على المرمى ولا تهديد لا على الشباب ولا على ايضا القادسيه. لكن عدي الصيفي عدي الصيفي تمريره بدر المطوع بدر المطوع الان هو على التنفيذ، كره ثابته لنادي القادسيه غريبه للرايه الركنيه والحكم المساعد الاول لعبها على الارض. والفكره جميله جدا ورائعه، فكرة والله حلوة، برافو من بدر مطوع وأحمد الضفيري. راشد الدوسري جصاح تنقطع في النص سيف يحصلها، يا السلام يلمها بشكل حلو عدي على اليسار عدي 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 هو والجول جول ثاني تمريرة ولا أروع ولا أجمل من الفنان اعتبره سيف الحشان. سيف الحشان يلعب كرة سريعة والدقيقة 31 الدقيقة 31. هل هناك في تسلل أم لا؟ أيضا في حديث ما بين حكم المباراة وأن أشر هو على إشارة الهدف، لكن دائما يتأكد أنه في أم لا. شوف هذه اللعبة لحظة لعب الكرة لحظة لعب الكرة أين كان عدي الصيف؟ طبعا يكلم يقول له لا ما فيها شيول. وعدي يضيف هدف ثاني لنفسه ولفريقه نادي القادسية. دقيقة 31 القادسية بالهدف الثاني للأردني عدي الصيفي. عدي الصيفي يقول له لحظة شكله يعني هاشم إرفاعي. فهد الأنصاري عدي الصيفي عدي لعبها لبدر بدر البينية لسيف. الله 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 يا عيني على الأهداف. ولما يجتمعون اثنين من الكبار من العيار الكبير بدر وسيف الحشان، بدر لسيف ينزل له كرة على الأرض وعلى طول بلمسة واحدة في الدقيقة 10 يا سيف هدف ثالث. سيف الحشان من صنع بدران. سيف الحشان شوفه شوف شوف عدي شوف عدي عدي لبدر وبدر يا سلام طالع 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 تدرس 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 بالتمرير وتدرس ايضا بلعب الكرة من سيف على طول وضعها في المرمى. طالع شوف يا سلام يا سلام عليك يا سيف يا سلام عليك يا سيف. الدقيقة 10 سيف الحشان هدف ملعوب هدف متعوب عليه هدف فيه جمالية هدف فيه ثنائية عند 18 بين بدر وسيف يسجل فيها للغاتسية هدف الثالث. لعبة زيد زكريا حياة البادر يا السلام مرور حلو قدم ينطلق عبد البادر كرة معاه وين بعد بيوصل وين 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 تلعب هو والجول. عبد المحسن التركماني عبد المحسن التركماني يسجل في الدقيقة 43 في الدقيقة 43 لكن المجهود الكبير اللي بذله هو عبد الله البادر الحقيقة عبد الله البادر. ويثبت وجوده أيضا عبد المحسن التركماني بأنه لاعب مهم. وشوف شوف شوف البادر من ملعب الشباب تماما وصل وسلم كرة لعب العرضية
وبعدين كملها والتواجد لعبد المحسن تركماني يسجل هدف الشباب الوحيد حتى الآن. تركماني يثبت وجوده نعم، واختيار المدرب لا، وأيضا يتوج مشواره بهدف في دقيقة 43. لكن المجهود الكبير اللي بذله الحقيقة عبد الله البادر. ملعوبة سعد العنزي، هذا الهدف يسجل باسم